احنا جمعية احباء البلفيدير معناتها من الاوائل اللي اون انيسي سو جونغ دو فوار معرض الزهور السنة اوني ا نوتر 24 اديسيون تقريبا نجم نقولوا 25 سنة كل عام نعملوا معرض الزهور والهدف نتاعو هو تقريب معناتها المواطنين وسكان مدينة تونس من عالم النباتات ما احلاش من البلفيدير باش بوغ اكوييغ سيت ايفينمون ومعناتها عندنا برشة تنوع فما النباتات فما الأشجار فما كل ما يهم تزويق الحدائق فما الغبار فما معناتها الأزهار المقطرة وكل ما هو معناتها مياه عطرية وكذلك معناتها متنوع من ناحية العارضين تقريبا من شمال تونس الأكثرية معناتها من جهة نابل حمامات بوعرقوب من المعمورة وبعد نطلعوا شوية بنزرت عندنا من سجنان نفزة ومن تونس عندنا من فخار مكنين عندنا عارضين من المكنين فما تنوع من الجهات اللي يخلي فما تقارب بين العارضين. الو صباح مريقلين صباح الاجواء مريقله كل مريقله 100 100 هذايا من لي بلوز انسيان من القدماء نتاع المعرض من المكنين السي الحبيب جا وحده كل مره يجيب لنا الفخار المكنين اللي هو توا يحكي لكم على الخصوصيات نتاعو وفما سنوات عمل لنا حتى ورشه باش نتعلموا كيفاش نعملوا الفخار. نجيو نقدموا الانشطه نتاعنا الصناعات التقليديه نتاع المكنين يعني باش نعرفوا بالصناعه نتاعنا وكل عام نشاركوا كل عام نعملوا جو في البلفيدير باش نحيوا معناها البلاصه هذه الخضراء هذه عظيم المكنين فخار المكنين فهمتني نلونوا نزينوه أسوأ مناسبة زادة أسوأ ماهيش كبيرة برشا قديش؟ مثلا هذا بو كيما هذا سيراميك 7 دينارات ماشي حاجة كبيرة برشا فهمت في المتناول فهمت ينجموا في البوتيكات يلقاوه ب 15 وب 20 احنا بسوام بسوام المنتج اللي نصنعوا فيها فهمت وعندنا فخار العربي كيما الكاكا فهمت نصنع في الفخار العربي كيما الكاك فهمت فما حاجة أخرى أنا فرحانة بها سناك منسقة للمعرض عندي معناتها مشاركة النساء قبل النساء كانوا يشاركوا لكن كمرافقات لأزواجهم السنة عندنا النساء اللي هما صاحبات المنابت دونك عندنا تقريبا 5 نساء فوالا صحيح يعني الناس مش برشا يدخلوا الدومين هذا اما فيو كو قرايتي عامله ماستر بيوتكنولوجي فيجيتال دونك وخدمت شويه في دي بيبينيير عندي اكسبيريونس في الفيجيتال ودومين نحبه برشا دونك قلت فوالا نبدا وحدي ونعمل على روحي وبديت بتيت ابتي اول حاجه اون اكسبيريونس بالنسبه لي انا اكسبيريونس لازم واحد يعيشها كيلكو سوا فيها كان ولا ما فيهاش اكسبيريونس باش يخرج منها بريزولتا حتى 1% دونك ثم ريزولتا باش يكون باهي ان شاء الله بلوس اللي سمعتي لي فوار بتاع البلفيدير عامل ياسر سوكسي وديما ينجح كل عام ثم اورغانيزاسيون باهيه فيه وحاجه ناجحه يعني ديما دونك قلت فوالا يلزمني نشارك ونعيش الاكسبيريونس باهي انا عندي تو سكي دي بلانت اورنمونتال يعني نباتات الزينه بانواعها عندي دي بلانت امبورتي ودي بلانت تونسيه حاجه تزين الدار كل شيء وعندي زارب فرويتيي ان بو دو تو حبيت نخدم شويه تنوع من في البرودوي نتاعي سوف نخرج الزيتونه نتاعي انا صف 5 سنين انا حياتي كامله جو سوي اون كيت دو بونور اي دو بيان اتر اي بان تحبوا شويه سعاده اجيو البلفيدير